أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وتسليما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هنا، نحييكم من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم عبر موقع وزارة الأوقاف المصرية هذه السهرة الإيمانية المباركة في هذه الليالي والأيام الكريمة المباركة التي أوصانا فيها المولى سبحانه وتعالى بأن نكثر فيها من ذكر الله، وأن نكثر فيها من الدعاء، وأن نكثر فيها من الاستغفار، وأن نكثر فيها من الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين المولى عز وجل في هذه الليالي الكريمة المباركة، سائلين المولى العفو والعافية في الدنيا والآخرة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر بحفظه، وأن يؤمنها بأمنه، وأن يرزقها برزقه، وأن يسترها بستره، اللهم أمين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ودائما نبدأ اللقاء بأحلى الكلم، بأفضل الذكر، بالقرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد بيبرس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي.
لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، وفي هذه الليالي الكريمة المباركة، ما أحوجنا إلى أن نرجع إلى الله، وإلى أن نتوب إلى الله، وإلى أن نستغفر الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، تحت عنوان التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، نستمع إلى كلمة العلم من واعظة الأوقاف المصرية الواعظة ولاء مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت أنشئت جعلت الصعب سهلا بفضلك وكرمك يا رب العالمين. هنتكلم النهاردة إن شاء الله في حاجة كلنا محتاجينها، ألا وهي التوبة. يعني إيه التوبة وبنحتاجها في إيه، وإزاي نتوب إلى الله سبحانه وتعالى؟ العلماء لما جم يعرفوا التوبة قالوا التوبة هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. طيب هو إحنا كلنا محتاجينها، محتاجين نرجع إلى الله سبحانه وتعالى كلنا طول الوقت؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيقول إيه؟ يا عباد الله توبوا فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. الرسول عليه الصلاة والسلام المعصوم عليه الصلاة والسلام يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم 100 مرة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. كأن الله سبحانه وتعالى بيقول أنا عارف إن أنتم مذنبين، وعارف إن سبحان الله طول ما إحنا عايشين في الدنيا هنبقى في أخطاء وهيبقى في ذنوب، فمهما كترتوا في الذنوب لا تقنطوا من رحمة الله. ليه؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل الذنوب الله سبحانه وتعالى قادر على محوها وعلى مغفرتها. طب أتوب إزاي إلى الله سبحانه وتعالى؟ أحقق التوبة دي إزاي؟ سيدنا علي بن أبي طالب في مرة كان في المسجد وأقيمة الصلاة، فسمع حد بيقول أستغفر الله وأتوب إليه. بعد انتهاء الصلاة سيدنا علي سأل عن المستغفر، فقال له لقد استعجلت في التوبة. هو كده خلاص التوبة أن أنت تقول أستغفر الله وأتوب إليه كده خلاص توبت الله سبحانه وتعالى؟ لا، سيدنا علي شايف أنه لا. طب أمال إزاي يا سيدنا علي؟ أول حاجة تستعرض الذنب وتندم عليه. يبقى أول خطوة من خطوات التوبة أن أستعرض ذنوبي وأستغفر الله سبحانه وتعالى عنها وأندم عليها. طيب تاني حاجة في خطوات التوبة أني أقضي الفروض اللي أثرت فيها مع الله سبحانه وتعالى، وأعوض كمان بنوافل عصى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي. طيب تالت حاجة سيدنا علي أن ترد المظالم إلى أهلها، أن أنا أشوف حقوق العباد إيه وأردها. طيب مظالم العباد بتختلف ما بين مادية ومعنوية، يعني إيه؟ يعني حاجات ينفع إن أنا مادية أمسكها في إيدي وإن أنا أردها لأصحابها، وحاجات لا ما أقدرش على كده. ليه؟ عشان هي معنوية، زي الغيبة، زي النميمة، زي إن أنا أكون اتكلمت في حق حد بطريقة مش كويسة. طب أرد دي إزاي وأرد دي إزاي؟ الحقوق المادية لازم أردها لأصحابها بحالها. طيب المعنوية ما ينفعش اروح اقول لحد ان انا اختبتك في اليوم الفلاني. طيب امال اعمل ايه؟ ان انا استغفر له، ان انا اتصدق عنه، ان انا ادعي الله سبحانه وتعالى له، ان انا استسمحه في قاعده عامه كده، ان انا لو كان زعلان مني في حاجه سامحني، وانا لو زعلتك في حاجه انا لو زعلتك زعلتك في حاجه نسامح بعض. المسامحه العامه دي خلاص انا اخدت بيها حل من اللي انا اخطات في حقه او ان انا اذنبت في حقه. رابع حاجة بقى سيدنا علي قال عليها حلوة قوي،
أن تستشعر أن تذوب في الطاعة كما ذبت في المعصية. زي ما استهلكت جوا المعصية واندمجت فيها تذوب في الطاعة كمان وفي الحسنات، وأن تذوق مرارة الطاعة كما ذقت حلاوة المعصية. إيه ده، هي الطاعة لها مرارة؟ طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إيه، حفت الجنة بالمكاره، طريق الجنة كله مكاره. ما هو عندنا مجاهدة شيطان ومجاهدة نفسه، يعني الطريق مش مفروش بالورود. على حد ما ناخد حلاوة الطاعة محتاجين نجاهد شوية. طيب مهما عملت الله سبحانه وتعالى هيغفر؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في حق أصحاب الأخدود اللي حفروا للمؤمنين ودفنوا وحرقوهم أحياء، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. كأنه حتى دول ما يقسمش من التوبة. سيدنا خالد بن الوليد صاحب الالتفاتة في أحد اللي تسبب في هزيمة المسلمين في أحد، هو كان مشرك، دلوقتي بنقول عنه سيدنا خالد بن الوليد رغم أنه كان في رقبته كل أهل أحد في رقبة خالد بن الوليد. فإذا كنا أباطرة الكفر تاب الله عليهم ورسول عليه الصلاة والسلام قال لهم إن الإسلام يجب ما قبله، فإن شاء الله نظن في الله سبحانه وتعالى خير، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، هو وعد بالقبول، وما دام وعد الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. فما نيأسش أبدا من رحمة الله سبحانه وتعالى، وخلينا دايما عندنا حسن ظن في الله سبحانه وتعالى، فهو عند ظن عبده به. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المؤمنون، وبعد كلمة العلم هذه نختتم هذه السهرة الإيمانية المباركة في هذه الليالي الكريمة الطيبة المباركة، نختتمها بالدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشرنا فيقول: إن الله تعالى حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ندرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد. رمضان نادى أمتي ودعاها، رمضان نادى أمتي ودعاها، لطريق دين الله قد نادى، بالحب والإيمان جاء نداؤه يا باب الصيام. أرى عليه المصطفى للنور يدعو أمتي لهداها، ويقول من بالحب فطر صائما، ويقول من بالحب فطر صائما، فالله ينظر حاله ويراها، وترى الملائكة صنعه فيسرها، وقلوب أهل الخير حاز رضاها. هذا سبيل الله في رمضان.
والنفس في سبل الهدى تقوى، فتعلموا تقوى الإله بصومكم، من علم النفس التقى زكاها. نبي الهدى صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه.